السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوان كنتواجدوا في النواحي ديال الاقليم الجديده جامعه الحوزيه. كاين الاخوان هاد 9000 متر هي هذه اللي محروته كامله، يمكن مع الشعر ما كيبانش، مي غادي مازال غادي نمشي لجهه الطريق اللي هي باش غادي يبان لكم كلش. اللي فيها هاد السكنه قديمه اللي رايبه، ولكن هاد السكنه هذه كاينه في الوثائق ملكيه. الانسان اللي بغى يدير رخصه الاصلاح ديك الساعتين راه كيبدا يبنيها من جديد، واصلا الانسان اللي بغى كاع يدير الرخصه ديال البناء تعطى لي حيت راه كاين 9000 متر تبارك الله، هكتار قل 1000 متر كما كتشوفوا. الماء ديال لونيب ديز على الطريق، هو هذاك ديك الطريق راه فيها 10 متر في العرض حتى القدرون، بعيده من القدرون الاخوان بشي 300 حتى 400 متر، وبعيده من جديده الاخوان تقريبا بشي 14 كيلومتر باش بعيده من جديده. تبارك الله، اللهم بارك، بقعه مهزوزه، اللهم بارك. بالنسبه للسكان حداها وبالنسبه للماء كما قلت لكم الماء دايز على الطريق، والضوء الاخوان هو هذا، كاين في جنب ديال الطريق كاين البوطو الاول هو هذا، غنوريكم البوطو الثاني. البوطو الثاني هو هذا، وبالنسبه للسكنه هي هذه قديمة رايبة. من الجهة الوراء الاخوان الحدود ديالها على جنب السكان، على جنب السكان غادي تجي البوطو خارجة لهنا لهاد القنيتة هادي، وغادي حتى البوطو وخارجة حتى الطريق ليه، حتى الطريق ديال البياضة. بالنسبه للحدود كما قلت لكم في جنب ديال السكان غادي من هنا حتى القنيته ديال الدار هادي، جي لحد حتى لهنا وغادي حتى لحد ديال الدار هادي وخارجة حتى الطريق. غنمشي جهة الطريق ديال هي باش يبان لكم كلشي مزيان واضح. تبارك الله كما قلت لكم الاخوان حدا السكان حدا كلشي. بالنسبة للماء والضوء راه قريب ليها كما قلت لكم، راه شي 300 ولا 400 متر باش بعيدة من القدرون، 14 كيلومتر 14 ونص باش بعيدة من جديدة. وبالنسبة للوثائق الاخوان ملكية، تبارك الله جات في موقع ممتاز، اللهم بارك، واحد الهواء هنا نقي تبارك الله. هي هذه كما كتشوفوا الدار القديمة اللي هي الخربة القديمة، هي هذيك تبارك الله جات مزيانة، والتربة ديالها تبارك الله زوينة. وبالنسبة للماء الإخوان هنا عندهم 90 حتى 100 متر ديال الغرق ديال البير، والماء عندهم هنا حلو اللهم بارك. نذكر لكم المساحة 9000 متر ملكية، مولا كيطلب 6 مليون الخدام، واللي بغى يشوف التليفون ديالي تلقاوه في الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.